لنقاش تفاصيل هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، أوردتم في بيان هيئة علماء المسلمين أن عمليات القمع والتنكيل بالمتظاهرين ازدادت باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في الهجمات المتكررة والفاشلة. إلى متى تستمر برأيكم الحكومة وميليشياتها في انتهاج سياسة القمع الأمني ضد المتظاهرين السلميين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس أمام هذه السلطات وأحزابها وميليشياتها من طريق إلا هذا الطريق، يعني هي تحاول منذ الأيام الأولى لقيام هذه الثورة وامتلاء ساحات التظاهر بالشباب، هي تعمل على مسارين اثنين متوازيين. الطريق الأول وهو قمعها بالقوة وبكل أنواع هذه القوة، والأمر الآخر محاولة التحايل عليها بالخداع عبر عدة وسائل وعبر شركاء هذه العملية السياسية، سواء كان بركوب موجة التظاهر وادعائه مسايرتها أو من خلال محاولة تقديم بعض الحلول الترقيعية. هذا أمر. أما قضية الإفراط بالقوة واستخدامها فهي يعني طيلة السنوات الماضية، يعني 16-17 عاما من عمر احتلال العراق إلى اليوم، لم نرى هذه الحكومات قد برعت بشيء بقدر ما قامت به من انتهاكات بكل أنواع هذه الانتهاكات ضد أبناء الشعب العراقي في كل مكان وفي كل المحافظات. ولذا الاضطهادات التي تحدث اليوم، الانتهاكات، هي حلقة ضمن سلسلة طويلة وسجل أسود لهذه الحكومات في جرائم ضد الإنسانية. دكتور عبد الحميد، أكدتم في بيانكم أن الحل الناجز والشافي في العراق لن يكون في ظل العملية السياسية القائمة. ما الحل الذي تقترحونه في الهيئة للوصول إلى حل لهذه الأزمة في العراق؟ نعم، لا بد من التذكير هنا بأن هذا التشخيص الذي يتوافق اليوم مع ما ذكرناه في البيان وما مع ما ينادي به غالبية الشباب في ساحات التظاهر هو ما قد ذكرناه منذ البذرة الأولى لهذه العملية السياسية ابتداء من مجلس الحكم، وأكدنا عليه وكررناه في كل مفصل من مفاصل هذه العملية السياسية وفي كل أزمة تهز العراق وتصيب العراقيين بالمآسي. والتشخيص هذا الذي أكدنا عليه ونكرره، الحمد لله اليوم الشباب العراقي الواعي قد وصل إلى درجة كبيرة من التوافق في هذا الأمر وبات معلنا في شعاراتهم هذا الأمر. أما قضية العلاج لهذا التشخيص فبالتأكيد أنه لا ينفع مع مثل هذه العملية، لا ينفع أي حلول ترقيعية ولا ما يسمى بالإصلاح، أي تجميل وتزيين وتغيير بعض الأشخاص وبعض الوجوه، إنما لا بد من بناء عملية وطنية حقيقية بعيدا عن كل هذه الإملاءات، ومنها الإملاءات الخارجية، تدخل الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، وبعيدا عن كل هؤلاء الفاسدين الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي. في ظل الحراك الشعبي المتواصل والقمع الأمني وعمليات القتل والاغتيال ضد المتظاهرين، كيف ترى الهيئة مستقبل العراق؟ وهل تغيرت توازنات القوى والنفوذ الخارجي في العراق لصالح طموحات الشعب؟ يعني بالتأكيد في كل البلاد الكلمة الأولى والأخيرة والفيصل هي للشعب، مهما طال الزمن ومهما اشتد الظلم ومهما زاد التنكيل ضد هؤلاء فإنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يعني تتحقق فيها إرادة الشعب وأنه يحقق كل الآمال التي يصبو إليها. لكن اليوم يقع على هذا الشعب مسؤولية كبيرة، لا نقصد به فقط الذين نزلوا إلى الساحات وضحوا بأنفسهم واستعدوا للتضحية بما لديهم، وإنما المسؤولية على جميع أبناء العراق الذين صابهم جميعا، أصابتهم هذه المآسي في كل مكان. فلا بد اليوم من التكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا حتى تتحقق هذه الأماني وتزول هذه الأسباب هؤلاء الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي.
شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.